الفصل الثامن: محاسبة المقاصة. محاسبة المقاصة هي تتعلق بالشيكات المستلمة من الزبائن من أجل تحصيلها وتسجيلها في حساباتهم الجارية، وهذا يتم من خلال غرفة المقاصة في مصرف لبنان. عم بيقول: يقوم زبائن البنك يوميا بإيداع شيكات مسحوبة على بنوك أخرى ليقوم البنك بتحصيلها لهم. يعني بدل ما هذه المؤسسات اللي إجاها شيكات، بدل ما تحصل هذه الشيكات بنفسها من البنوك المسحوبة عليها، تودع هذه الشيكات لدى المصرف الذي لديها فيه حساب جار، حتى يقوم هذا المصرف بتحصيلها وتسجيلها في حساب هذه المؤسسة المودعة، ويتم تنفيذ هذه العملية من خلال غرفة المقاصة في مصرف لبنان، حيث يلتقي مندوبو البنوك الأعضاء في الغرفة في كل يوم عمل لتبادل الشيكات المسحوبة على كل منها. المعالجة المحاسبية لمحاسبة المقاصة: إحنا ما هدفنا نتوسع بالمسائل الفنية المتعلقة بالمقاصة، هدفنا في هذا الفصل المعالجة المحاسبية للمقاصة. خلينا نشوف شو اللي بيهمنا من الموضوع. مثال واحد: نفترض لأغراض التبسيط أنه لا يوجد في المقاصة سوى مصرفين، بنك الليل وبنك النهار. إنه بالمنطقة اللي عم تصير فيها المقاصة تبسيطا، خلينا نفترض انه في بنكان، وسنستخدم فيه حساب اجمالي للزبائن من دون استخدام حسابات اسمية. يعني هنقول الزبائن مش الزبون الف والزبون باء والزبون جيم، كما سنفترض عدم وجود عمولات على شيكات المقاصة. في 52 أودع زبائن الحسابات الجارية في بنك الليل لديه شيكات مسحوبة على بنك النهار مبلغها 9 مليون. بنك الليل اجوا زبائن عنده قالوا له: نحن معنا شيكات مسحوبة على بنوك أخرى، جايين نحطها بالحساب لحتى تحصلنا إياها. لما البنك يجي شيكات، يقوم زبائنه بإيداع شيكات مسحوبة على بنوك أخرى لديه، بيعمل قيد حسابي مش قيد نظامي. القيد اللي بيعمله هو قيد حسابي وليس قيدا نظاميا. بيقول بالجانب المدين لهذا القيد: من حساب شيكات مستلمة للتحصيل. هلا في الجانب الدائن للقيد، هل بتتسجل هذه الشيكات في الحسابات الجارية للزبائن؟ الجواب لا، تتسجل هذه الشيكات في الحسابات الجارية للزبائن لما يتم تحصيلها، مش لما يتم استلامها من هؤلاء الزبائن. من هون ليكون تم تحصيلها بتتسجل في حساب للزبائن، ولكن بحساب يسمى حساب انتقالي، حساب وسيط. هو حساب الزبون فلان شيكات مستلمة للتحصيل. ولكن بما أنه نحن بهذا المثال تبسيطاً عم نقول حنستخدم حساب إجمالي للزبائن مش حسابات اسمية للزبائن، بدل ما نقول الزبون باء والزبون جيم والزبون دال، هنقول إلى حساب الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل. هذا اللي صار ببنك الليل صار مثله ببنك النهار، كمان زبائنه حطوا عنده شيكات مبلغها 7 مليون عشان يحصلوا بيها. بنك النهار بيعمل نفس القيد الحساب اللي انعمل ببنك الليل، بس بمبلغ 7 مليون، بمبلغ الشيكات اللي استلمها من زبائنه، من حساب شيكات مستلمة للتحصيل إلى حساب الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل. وبدي أرجع أكد، هذا القيد قيد حسابي، قيد حسابي ليس قيدا نظاميا. هذا مش حساب الزبائن الدائنون بشيكات المستلمة للتحصيل، هذا حساب الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل. هذا مش قيد نظامي بيرجع بينعمل له إقفال بقيد معاكس له، لا، هذا بيدخل بالمعالجة. يعني بيرجع هذا يقفل مع
بعد شوي بقيد، وهيدا الحساب اللي بجانب الدائن يقفل بقيد آخر، مش إنه قيد نظامي بيرجع بينعمل له قيد معاكس. قبل ما نروح للخطوة الأخرى خلينا نشوف شو اللي صار. بونك الليل استلم من زبائنه شيكات مسحوبة على بنوك أخرى من أجل أن يحصلها لهم. هذه البنوك الأخرى بنك النهار، لأنه ما في قدامنا إلا بنكين. فلما يكون الليل استلم من زبائنه شيكات على بنوك أخرى، يعني استلم شيكات مسحوبة على بنك النهار. بنك الليل استلم من زبائنه 9 مليون شيكات مسحوبة على بنك النهار لحتى يروح يحصل لهم إياها من بنك النهار. بنك النهار استلم من زبائنه شيكات بمبلغ 7 مليون لحتى يروح يحصلها لهؤلاء الزبائن من بنك الليل. هذا الوضع، كل بنك عنده شيكات، كل واحد من هذين البنكين عنده شيكات مسحوبة على البنك الآخر. الليل عنده شيكات بمبلغ 9 مليون على بنك النهار إنه يدفع، النهار عنده شيكات بمبلغ 7 مليون على بنك الليل إنه يدفع. الخطوة الثانية إنه يجتمعوا هالبنكين بغرفة المقاصة. بغرفة المقاصة كل واحد من هول البنكين بده يعمل قيدان، قيد للشيكات اللي هو قدمها وقيد للشيكات اللي تقدمت عليه. يعني مش كل واحد من هدول بده يقول للتاني أنا عندي شيكات مسحوبة عليك اسمح لنا فيها. يعني كل واحد من هذين البنكين بده يعمل قيدين. خلينا نشوف شو هن. نحن هلأ ببنك الليل، للشيكات اللي نحن جايبينها واللي هي مسحوبة على بنك النهار هنقول من حساب شيكات المقاصة، من حساب شيكات المقاصة. الشيكات اللي نحن رايحين فيها اخدينا معنا وقدمناها بالمقاصة بنقول من حساب شيكات المقاصة اللي اخدينا معنا نروح نحصلها. لما نفوت فيها على المقاصة بنقول من حساب شيكات المقاصة، ونقفل هذا الحساب اللي هو شيكات مستلمة للتحصيل. يعني من حساب شيكات المقاصة إلى حساب شيكات مستلمة للتحصيل. هذول بالشيكات مبلغهم 9 مليون ليرة لبنانية اللي نحن رحنا فيهم، نحن بنك الليل رحنا فيهم وقدمناهم بالمقاصة اللي هن شيكات مسحوبة على بنك النهار. القيد الثاني بدنا نعمله للشيكات اللي لما رحنا على المقاصة قدمها بنك النهار وقالنا انه هاي شيكات مسحوبة عليكم. اللي هي مين يعني؟ اللي هي هاي 7 مليون، مش هي 7 مليون اللي عند بنك النهار هي مسحوبة علينا نحن بنك الليل؟ شيكات مسحوبة على بنك الليل مبلغها 7 مليون. اذا القيد الثاني للشيكات اللي تقدمت بالمقاصة وهي مسحوبة علينا نحن، علينا نحن مين يعني؟ بنك الليل، اللي مبلغها قديش؟ مبلغها 7 مليون. من حساب شو؟ من حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة. طب إلى حساب شو؟ إلى حساب شيكات المقاصة. إذا شيكات المقاصة يجعل مدينا بما قدمناه في المقاصة من شيكات مسحوبة على بنوك أخرى في هذا القيد الأول، ويجعل دائما بالشيكات المسحوبة علينا التي قدمتها البنوك الأخرى في المقاصة. هول القيدان بده يعمل مثلهم بنك النهار. بنك النهار جايب شيكات مسحوبة على البنوك الأخرى اللي هي بنك الليل، يعني مبلغها 7 مليون. بيعمل مثل هذا القيد، هو زيته مثل هذا بس بمبلغ 7 مليون، وحتتقدم بوجه شيكات مسحوبة عليه اللي هي هاي الشيكات يعني بمبلغ 9 مليون. يعني حيعمل مثل هذا القيد، من حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة إلى حساب شيكات المقاصة مبلغ 9 مليون. إذا هذا الوضع حاليا.
فحصت الشيكات، كل الشيكات طلعت مقبولة، ما في شيكات بلا رصيد، ما في شيكات فيها عيوب شكلية، ما في شيكات فيها اختلافات بالتوقيع، كل الشيكات مقبولة لتندفع. تبين الشيكات اللي قدمها بنك الليل على بنك النهار قبل بنك النهار يدفع، والشيكات اللي قدمها بنك النهار على بنك الليل قبل بنك الليل يدفع. في محاسبة بنك الليل بالنسبة للشيكات اللي انقبلت اللي هي 9 مليون، بده يجي يقفل هذا الحساب اللي هو الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل ليسجل ال9 مليون في الحسابات الجارية للزبائن. يعني بده يعمل الآتي: الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل إلى حساب الزبائن حسابات جارية. طبعا الزبون فلان والزبون فلان والزبون فلان، حسابات جارية باللغات اللبنانية، بس نحن هون عم نختصر. يعني هذا بالنسبة للشيكات اللي نحن قدمناها وانقبلت. هلا بالنسبة للشيكات اللي تقدمت بوجهنا، هول ال7 مليون وقبلنا ندفعهم، هول الشيكات مين عاملها؟ عاملينها زبائن عنا، علينا. هاي شيكات علينا، عاملينها زبائن عنا وقبلنا ندفعها. يعني الزبائن اللي عاملين هالشيكات بدها تتنقص حساباتهم بهذه المبالغ. نحن ما عم نستخدم حسابات اسمية، عم نقول الزبائن، يعني بدي نقص حساب الزبائن حسابات جارية بيجي عليه مدينة من حساب الزبائن حسابات جارية. طيب إلى حساب شو؟ إلى حساب هذا اللي انفتح هون، شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقص. شو بعد في من هذا الموضوع؟ هلا بدي اطلع برصيد حساب المقاصة. شيكات المقاصة لعمل مدين ب9 مليون، دائن ب7 مليون، يعني رصيده مدين ب2 مليون. يعني نحن بدنا 2 مليون من البنوك الأخرى اللي هي هون البنوك الأخرى بنك النهاية. ه2 مليون دنيا عملنا فيها حوالة على مصرف لبنان. يعني ما نقفل حساب شيكات المقاصة نقول من حساب مصرف لبنان، من حساب مصرف لبنان إلى حساب شيكات المقاصة. هذا اللي صار بالنسبة لبنك الليل. نجي لبنك النهار، نفس ال3 قيود بس حسب الوضع اللي صاير عند النهار. النهار الشيكات اللي قدموا له إياها زبائنه وكان حاطط لهم إياها بحساب الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل قيمتها 7 مليون، فبيعمل له قيد لما انقبلت من حساب الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل إلى حساب الزبائن حسابات جارية، نفس القيد اللي هون بس ب7 مليون. الشيكات اللي زبائنه عاملينها، الزبائن الشيكات اللي زبائنه عاملينها، اللي زبائنه أصدروها، تقدمت بالمقاصة وانقبلت قبلها، يعني قبل يدفعها، بده يشيل قيمتها من حسابات الجاري للزبائن اللي عاملينها، يعني مثل هذا القيد بس ب9 مليون. بدنا نشوف بقى قد ايه رصيد حساب شيكات المقاصة. مدين ب7 مليون، دائم ب9 مليون، يعني رصيد شيكات المقاصة دائن ب2 مليون. دائن ب9 ومدين ب7، يعني الرصيد دائن ب9 ناقص 7 يساوي 2 مليون. بده ينقفل هذا الحساب الدائن من حساب شيكات المقاصة إلى حساب مصرف لبنان. بدنا نعمل حوالي مصرف لبنان بقيمة هذا الرصيد. يعني هلا اللي عم نشوفه انه المقاصة اسفرت عن انه الليل هو اللي بده من النهار 2 مليون، لانه الشيكات اللي قدمها هو ب9 والشيكات اللي قدمها النهار بوجهه 7، فبيطلع انه هو بده 2 مليون، 9 ناقص 7، فبتنعمل حوالي بها2 مليون بيعمل له اياها النهار. اللي عم نشوف هون انه النهار نفس الشيء اللي كنا عم نحكيه، بس النهار عم يعمل قيد انه هو عم يعمل الحوالي، مش عم تنعمل له حوالي، لانه هو راح على المقاصة بشيكات قيمتها 7 مليون وتقدمت بوجهه شيكات قيمتها 9 مليون، فطلع هو بده يدفع الفرق اللي هو 9 مليون، بده يدفعه بحوالي على مصرف لبنان.
فمن حساب شيكات المقاصة إلى حساب مصرف لبنان. هلا إذا جينا نحن نعمل نحط الحسابات اللي استعملناها اللي هني هون، هنلاحظ إنه حساب 2 3 4 5 6 خلينا نشوف هالحسابات شو بقي منها أرصدة. شيكات مستلمة للتحصيل انعمل هون مدين ب9 مليون، وانعمل هون دائم ب9 مليون، يعني رصيده زيرو. الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل انعمل هون دائم ب9، وانعمل هون مدين ب9، يعني ما في رصيد. 9 بالمدين، 9 بالدائم، الرصيد زيرو. شيكات المقاصة انعمل هون مدين ب9، وانعمل هون دائم ب7، ورجع انعمل هون دائم ب2، مدين ب9 ودائم ب9، ما في رصيد. شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة انعمل هون مدين ب7، ونعمل هون دائم ب7، يعني ما في رصيد. أما الحسابات الباقية عن مصرف لبنان والزبائن حسابات جارية، فهدول مش حسابات انتقالية وسيطة بينحط فيها مبالغ ثم يتم إغفالها. فهدول كان فيهم مبالغ، لذلك ما في أعرف، لأنه أنا قدامي قيد من مئات القيود، فما في أعرف قد في بالمدينة وقد في بالدائرة، لأنه هون المجاميع، يعني معناها مجاميع المبالغ المسجلة في الجانب المديني للحساب. ما بعرف قديش مجاميع المبالغ المسجلة في الحساب في الجانب المديني لحساب مصرف لبنان خلال السنة لحد هلا، وما بعرف قديش مجاميع المبالغ المسجلة في الجانب الدائم. ونفس الشيء بالنسبة للزبائن حسابات جارية، فحخليه فاضي لأنه ما في أعرف. يعني استعملنا نحن 6 حسابات، اللي بقي لهم رصيد هني حسابان فقط، هني مصرف لبنان والزبائن حسابات جارية، لأنه هذه ليست حسابات انتقالية بسيطة. في 4 حسابات ما عاد لها رصيد، لأنه هذه حسابات انتقالية وسيطة مش من شأنها أنه يبقى لها رصيد، هذه تفتح من أجل أن تقفل. نفس الشيء بالنسبة لبنك الليل، شيكات مستلمة للتحصيل انعمل مدين ب7 دائم ب7، الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل انعمل مدين ب7 دائم ب7، شيكات المقاصة انعمل مدين ب7 دائم ب7، شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة انعمل مدين ب9 دائم ب9. والحسابين الباقيين ما بنعرف قد ايه كان رصيدهم، بس هن الحسابين الباقيين اللي حيبقى لهم رصيد، اللي هم مصرف لبنان والزبائن حسابات جارية، لأنه هذول حسابان ليسا من الحسابات الانتقالية كما هو شأن هذه الأربعة. هلا وظيفة هذا المثال المبسط جدا، اللي مفترض إنه ما في غير بنكين في المقاصة، حتى نشوف إنه كل بنك شو بيقدم شيكات على الآخر، وكيف بتصير اللعبة بين هذين البنكين في المقاصة، ومين بده يعمل حوالي للتاني بالآخر. بالمثال 2 طبعا حأتخلى عن افتراضات انه في بنكين بس في المقاصة، وحأتخلى عن افتراض انه ما في عمولات، وحأتخلى عن انه بدي استعمل حسابات اجمالية للزبائن، حأستعمل هالمرة حسابات اسمية. فيما يلي البيانات العائدة لإحدى عمليات المقاصة في بنك تنورين، أودع بعض زبائن الحسابات الجارية بالليرات اللبنانية شيكات للتحصيل. جابوا لنا زبائننا، 4 زبائن جابوا لنا شيكات للتحصيل. 4 زبائن عندنا اجاهم شيكات من الناس على بنوك اخرى، وجابوا لنا اياهم لحتى نحن نحصل لهم اياها. يعني حنقول من حساب شيكات مستلمة للتحصيل الى رشا والى سارة والى لما والى لارا، شيكات مستلمة للتحصيل. يوم اللي رحنا بهذه الشيكات على المقاصة، هنقول من حساب شيكات المقاصة بقيمة هذه الشيكات إلى حساب شيكات مستلمة للتحصيل لنقفل هذا الحساب. هلا بالمقاصة البنوك الأخرى قدمت بوجهنا شيكات، عاملين زبائننا لزبائن عندهم قيمتها 160 مليون، حيث قدمت البنوك الأخرى شيكات مسحوبة على البنك من زبائن لديهم حسابات جارية بالليرات اللبنانية بلغ مجموعها 160 مليون. يعني من حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة
160 مليون إلى حساب شركات المقاصة 160 مليون. هلا أسفرت المقاصة عن النتائج التالية: بالنسبة لرشا مقدمة شيكات لنحصلنا إياها ب 25 مليون، قدرنا حصلنا لها شيكات ب 20 مليون وفي 5 مليون ما تحصلت. بالنسبة لسارة مقدمة شيكات ب 32 مليون، قدرنا حصلناهم كلهم. بالنسبة للمى مقدمة شيكات ب 27 مليون، ما قدرنا حصلنا منهم شيء. يعني يكون شيك واحد قيمته 27 مليون. بالنسبة للارا مقدمة شيكات ب 96 مليون، انقبلوا شيكات ب 90 مليون وفي 6 مليون ما انقبلوا. طيب خلينا نعمل هلا قيد للشيكات اللي انقبلت. الشيكات اللي انقبلت بدها تنشال من هذه الحسابات وتنحط بالجارية. يعني من رشا شيكات مستلمة للتحصيل، ومن سارة شيكات مستلمة للتحصيل، ومن لارا شيكات مستلمة للتحصيل، إلى هول الثلاثة جارية. بقيمة الشيكات المقبولة 20 32 90. يعني هالشيكات المقبولة نشالوا من الزبائن شيكات مستلمة للتحصيل ونحطوا بالزبائن حسابات جارية بس بصورة اسمية، كل زبون باسمه. هلا الشيكات اللي انرفضت اللي هن رشا ولما ولارا، بالجيب المدين نعم بده ينقال من رشا شيكات مستلمة للتحصيل، ومن لما شيكات مستلمة للتحصيل، ومن لارا شيكات مستلمة للتحصيل، بس بده ينقال إلى شيكات مستلمة للتحصيل. يعني مثل كأنه قيد معاكس لهذا القيد. إذا اللي انقبله من الزبون فلاني شيكات مستلمة للتحصيل إلى الزبون فلاني جاري بالليرات المدنية أو الزبون، اللي انرفضوا من الزبون فلاني شيكات مستلمة للتحصيل إلى شيكات المقص، قيد معاكس للقيد الأول. هلا العمولات، هدول الزبونات الأربعة بدهم ينعملوا مدينات كل وحدة بمبلغ العمولة وإلى حساب عمولات مكتسبة على شيكات المقاصة. هلا بالنسبة للشيكات اللي عاملين لزبائننا وقدمتها البنوك الأخرى في المقاصة، الشيكات اللي انقبلت بدي شيلها، بدي شيل قيمتها من الزبائن اللي عاملينها وقول إلى حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة بقيمتها. يعني من رشا وسيليا وعبير ولارا، حسابات جارية إلى شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة بالمجموع. اللي انرفضوا عكس هذا القيد بقيمة اللي انرفضوا، يعني من حساب شيكات المقاصة إلى حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة. هذا القيد بقيمة الشيكات اللي انرفضت البالغة 9 مليون ليرة. للعمولات بينعملوا الزبائن حسابات جارية مدينة بهذه العمولات وإلى حساب عمولات مكتسبة على شيكات المقاص. خلينا نشوف شيكات المقاصة كم مرة مستعمل. في بأربع قيود استعمل حساب شيكات المقاص. المرة الأولى بالشيكات المودعة التي قدمناها في المقاصة. المرة الثانية للشيكات اللي قدمتها البنوك الأخرى بوجنا بالمقاصة، اللي هي شيكات عاملينها زبائننا. المرة الثالثة للشيكات اللي رفضت البنوك الأخرى دفعها. المرة الرابعة للشيكات اللي احنا رفضنا ندفعها. يعني صار في بالجانب المدين للحساب 189 مليون، وبالجانب الدائن 198 مليون. يعني الرصيد دائم ب 9 مليون. 198 مليون ناقص 189 مليون دائم ب 9 مليون، لأنه الدائم أكبر. إذا من حساب شيكات المقاصة إلى حساب مصرف لبنان، دائم بدي أقفله أعمله مدين. من حساب شيكات المقاصة إلى حساب مصرف لبنان.